كنا بنتكلم على تصريحات مارسيل كولر واشاد كثيرا بعلي معلول. تعالوا نسمع تصريحاته كامله في المؤتمر الصحفي ما بعد مباراه الاهلي والجونه ونرجع نكمل كلامنا. بدانا الماتش كويس، بدانا بنعمل اللي احنا عايزينه، توقعنا الطريقه اللي هيلعب بها المنافس انه هينزل تحت الكوره، هيستنى كتير، هيلعب دفاعيا اكتر. حصل بالظبط اللي احنا توقعناه. مع الماتشات اللي زي دي بيبقى مهم جدا ان دقه التمرير، ان انت توصل ظهر المنافس، ان انت تنقل الكوره كويس، ان انت ما تخسرش كوره كتير، ان انت تتحرك بسرعه وتلعب اسرع. الشوط الاولاني ما كانش سيء لكن كان ممكن يبقى احسن من كده، خسرنا الكوره اكتر من مره، كان في عدم دقه شويه في بعض اللحظات من المباراه، لكن اتكفينا بالسيطره الكامله على المباراه، ان احنا جبنا جون سهل الامور شويه. بين الشوطين قلت للعيبه ان احنا محتاجين ننقل الكوره اهدى، ننقل الكوره اسرع، نكون ماسكين كوره، ما نخسرش الكوره كتير، وندور الكوره كويس لغايه لما تظهر ثغرات نقدر ان احنا نستغلها. وده اللي حصل فعلا، وقدرنا ان احنا نجيب جون تاني وتالت. المنافس وصل للجون تقريبا مرتين يمكن ثلاثه، كنا مش منظمين قوي وكنا وقفتنا مش كويسه، لكن في المجمل طبعا سعيد بالثلاث نقط، سعيد بالمكسب الكبير مع ضغط الماتشات الكبير اللي احنا بنعاني منه حاليا، بنلعب كل يومين ماتش، فبتبقى مهم جدا تعمل تدوير، تغير لعيبه، ورغم التدوير ده ورغم التبديلات اللي احنا بنعملها بنقدر ان احنا نكسب بنتيجه كبيره، فاكيد سعيد بالفوز وسعيد بالنتيجه. على النص الثاني من السؤال لما كنت بترجمه له فراح قال لي مين اللي قال ان هو نمره واحد في تسديد ضربات الجزاء. بس wir freuen uns natürlich für اكيد طبعا سعداء جدا لعلي. علي كمان الماتش اللي فات عمل ريكورد جديد في الاسيستات، عمل 83 اسيست وده رقم كبير في النادي، حطم بيه ارقام كتير، والنهارده لعب كويس جدا، فاتكافئ ان هو يلبس الشاره. اكيد بالنسبه له كانت لحظه مهمه، اكيد بالنسبه للنادي وليه حاجه كبيره، سعداء ليه جدا، لعيب عنده خبرات كبيره، لعيب ممتاز، لعيب بيعرف ان هو يفيد النادي طول الوقت، فبالتالي كانت لحظه مهمه جدا اعتقد لي ولينا، فانا سعيد جدا لعلي والتفاعل الجمهور معاه في اللحظه التاريخيه دي. طبعا علي كان بيشوط ضربات جزاء كتير جدا في الاول وجاب ضربات جزاء كتير جدا للنادي، ضيع كام واحده بس ده طبيعي عادي، لكن انا غيرت السيستم اصلا بتاع شوط ضربات الجزاء في الفرقه. كان لازم ان انت بتشوف الماتش، بتشوف الحاله بتاعت اللعيبه، ممكن لعيب يبقى مش موفق اصلا في اليوم، ممكن يكون مش مركز، لما بتحط من قبل الماتش مين اللي هيلعب او محدد من قبل المباراه مين اللي هيلعبها بتبقى ممكن ما تبقاش احسن اختيار، لان الماتش سيره بيبقى مختلف، ممكن حد انت حاطه نمره واحد يخرج فتبدا العمليه يبقى فيها برضو كلام او ما تبقاش عارف. فانا غيرت السيستم ان انا بحدد في ساعتها، بشوف على حسب حاله الفرقه مين الاقدر ان هو يلعبها، فبقرر في اللحظه مين هو اللي ياخد الضربه في ساعتها. الموضوع ابسط من الناس متخيله، احنا عندنا قائمه فيها 32 لعيب، الحمد لله كل اللعيبه دلوقتي جاهزه، كله رجع من الاصابات، ما عندناش اصابات غير احمد عبد القادر بس، والشناوي بيتجهز دلوقتي للعوده ان شاء الله، غير كده كل اللعيبه جاهزه. فانا عشان اخد قائمه مباراه بيبقى ما فيش غير 20 واحد بس في القائمه، 11 بيبداوا وخمسه بقدر اغيرهم، وفي 10 او 12 لاعب بيقعدوا ما بقدرش اخدهم معايا. فانا ببقى بختار على اساس تمرين احتياجاتي الفنيه مين اللي انا محتاجه، فبيخرج لعيبه بره القايمه وده طبيعي، هنبقى دايما بنسال على 12 لعيب بيخرجوا، هتبقى دايما كده لان في 12 دايما كل ماتش هيبقوا بيخرجوا. فالموضوع مش اكتر من كده. اعتقد كمان القايمه دي لعبت ماتشين هم ورا بعض وكسبنا الحمد لله الماتشين، فده برده بيبقى بيدي رصيد للعيبه اللي بتلعب، يعني احنا برده لازم نشكر ونتكلم كويس على اللعيبه اللي معانا في القايمه دلوقتي، وما نفكرش طب ما ليه فلان مش موجود، طب ما اللي موجود اصلا كسب. فوبالتالي اللعيبه اللي مش موجوده ايا كان اسمها محتاجه انها تبذل مجهود اكتر في التمرين وتحاول تبين نفسها، تحاول انها تستغل كل فرصه، لا قدر الله حصل ايقافات او اصابات، دخل لاعب او اي حد منهم يدخل القائمه يحاول يثبت نفسه في التمرين، كل يوم يحارب لغايه لما يقدر يبقى احسن من زمايله. في النهايه انا بختار اللعيبه اللي تكسبني باحساسي طبعا وبرؤيه الفنيه، بقعد مع الجهاز بتاعي كله وبنقعد نتناقش قبل كل اعلان قائمه، بنقعد كلنا مع بعض وبنتكلم مع بعض كلنا وكل واحد بيقول رايه، ونشوف انسب قائمه تقدر انها تكسبنا المباراه، مفيش اكتر من كده، الموضوع فني، ولو اي لاعب مستواه بقى احسن او حد اقل مستواه بنبدل على طول، وهي تبقى مفيش اكتر من كده. الموضوع برضه ابسط من ما حضرتك تتخيل، احنا عندنا دلوقتي انا بعمل تدوير في الفتره الاخرانيه بنفس القائمه، يعني التدوير داير في نفس دايره اللعيبه تقريبا،
والموضوع برضو تاني هرجع لنفس الإجابة بتاعت السؤال اللي قبل حضرتك، التمرين واللعيب بيبان ويبقى أحسن من زمايله. احنا عندنا في مركز الجناح 6 7 لعيبة دلوقتي حاليا، أنا مش هقدر أخد 6 أجنحة معايا، أنا لازم هاخد جناح بيلعب يمين واحد شمال، يعني 2 هم اللي بيلعبوا أساسي، ممكن أخد معاهم 2 تانيين احتياطي، فأنا هختار الأحسن، لازم يبقى أحسن من زمايله. وأنا اتكلمت مع كريستو وهو فاهم كويس هو محتاج إيه، محتاج يبقى بمنتهى البساطة أفضل من الناس اللي موجودة. أنا مش هاخد حد أجامله ومش هاخد حد عشان أراضيه وأديله عدد دقايق وخلاص على حساب الفرقة، مش هيحصل. اللي هيلعب اللي هيفيدني وهيكسبني ويكسب الفريق، لكن مش هاخد حد أراضي حد. فنفس الإجابة، يتمرن كويس يظهر يبقى أحسن من زمايله هياخد فرصة. هو كان في التسخين وبعدين شاط كورة شاطها ما لبستش في وشه وش رجله صح، يعني شاطها بطريقة مش سليمة قوي، فحس بحاجة كده خفيفة وبسيطة. احنا ما رضيناش ناخد ريسك، كان ممكن يلعب بس احنا ما رضيناش ناخد ريسك، قلنا نحميه احسن، فده السبب الوحيد. النهاردة لعب من اول مباراة، قد مباراة كبيرة وجاب جون، مفيش رد احسن من كده. من مارسي كولر عجبني جدا جدا، ودي يا جماعة لأي مدرب، مفيش مدرب من المفترض يحب ويكره المدرب لما بياخدش لعيب او بياخد لعيب انت ما تستغربش، ما تقولش ما خدش ده ليه، ما خدش ده ان هو ما اتدربش كويس، ان هو مش جاهز كويس، ان هو مش احسن من زمايله. ده الكلام لما اتسال عن كريستو، يعني كلنا متخيلين ان كريستو لعيب مهاري ومميز جدا، تمام، هو اكيد لما اشتراه كان بيفكر فيه كده، بس لقى زمايله بيأدوا احسن منه في التدريبات، بيعملوا الادوار بتاعتهم بشكل افضل، هو طالب حاجات هما بيعرفوا يعملوها وهو لا. فما فيش مدرب هيبقى عنده عنصر ما يستخدموش لو هو ماشي بشكل كويس. على فكره لو سالت اي مدرب على اي لاعب، اي مدرب في الدنيا على اي لاعب ما بيشاركوش هيقول نفس الكلام ده، طبيعي يعني كده، كان المدرب بيبقى عايز ينجح.